السلام عليكم اخوان، اليوم جبت لكم شغلة جديدة، هي الزراعة بنشارة الخشب، احسن زراعة للنباتات. وهاي البتموس، بس مو مثل نشارة الخشب، فقط نشارة خشب تتنقع وتنزرع بيها الاغصان اللي تريد تزرعها بالاقلام. وهذا النبات زراعة فيها تربة، يعني ماتن، هاي ماتن يعني مو ناجحة 100%، لكن الزراعة في نشارة الخشب مضمونة إن شاء الله. حبيت يعني أشارككم هاي التجربة مالتي، فقط في نشارة الخشب ومجذر، شوف ما شاء الله، والباقي كله مات، يعني ذن البنبر لان الشغلات كلهن ماتين. زارع الخروع، هذا زارع الخروع، هذا مخلوط تربه وبتموس، وهذا فقط بتموس وبرلايت، بس مو ناجحة مثل زراعة نشارة الخشب. جربوها وراح تدعولي. شكرا للمشاهدة.